انجلترا وهولندا واسبانيا وفرنسا. انا بحب طارق، بس طارق يعني بغض موضوع اسبانيا انا اترهنت، مش اترهنت يا جيران يا طارق، زعلت كابتن صلاح ليه يا طارق؟ قول. ما مشي ما. لا موجود لسه ورا. لا والله شوف، قول هو... اللي انت عايز تقوله، هو سامعك. هو المشكله ان التصنيف ما كانش فيه اسبانيا ولا المانيا عشان تبقى عارف. فالاستاذه لميس كانت بتقول لي مين، فكنا بنقول، فقلت لها اسبانيا المانيا البرتغال مش عارف. قلت لها انا 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 شايف دول، ان كان في تطوير كبير جدا في المانيا، واسبانيا فيها مجموعه في الريال وفي برشلونه هم الهيكل كله. لما طار واحد بقى انا حطيت ايدي على قلبي. النهارده طاري حط ايدي الثانيه على قلبي مش لاقي، بس انا بقول اسبانيا. يعني هو بيقول فرنسا، رغم ان اوحش كوره شفتها في انجلترا وفرنسا، وممكن يبقوا نهائي ممكن، بس انا حابب اسبانيا. بس كان في بعض الظواهر، حتى كنت مع طارق وعمر عماد واحنا بنتكلم، زي جورجيا، زي سويسرا، زي النمسا، زي تركيا، المجر تواجده، والمجر تواجده بشكل كويس. اي ما هي دي الطفره اللي بتقول لك ان الكوره دلوقتي بتتغير. بتتغير طبعا، زي ما احنا نقول افريقيا. الله فاكر؟ صح معاك طبعا. الناس مش باصه، فعشان كده حتى كنا بنقول لحسام بص شوف، لان اللي جاي لك انت مش عامل حسابه. يعني هنعمل حساب الراس الاخضر ليه بقى؟ لعبناه وطلعنا، فليه قصه عندنا. طيب بالشكل ده ترشح مين للفاينل؟ انا احب اسبانيا. اسبانيا مع احنا عندنا انجلترا وهولندا واسبانيا وفرنسا. هولندا، شوف انجلترا عندها دوري جامد جدا، بس ما عندهاش منتخب. او انا مش مستمتع بال من زمان هم كده. ما خدوش حاجه من حاجه و60. من زمان هم كده، وبعد التعديل شكل الكره، انت عارف دايما الكره الانجليزيه كانت بتعتمد على الفرات والعالي والعالي والمرات والطويله، الكره الطويله بس حالا بيضم طبعا. ده عندهم كره كويسه، بس هم عندهم بطء شديد جدا ومعتمدين على ثلاثه. لكن هولندا بتلعب كره كويسه. طيب جدا احنا قدامنا دقيقه واحده، مين بطل اليورو السنه دي؟ ممكن انا بالنسبه لي ممكن اسبانيا او هولندا. اسبانيا او هولندا. هتسجل تكتب مش مسجل. اخيرا خلينا في النص دقيقه اللي فاضل منتخبنا الاولمبي بعد انضمام احمد سيد زيزو ومحمد النني في الختام. اتمنى يكون النني بيتمرن او جاهز، اتمنى، لان هو مش راح يقعد احتياطي. لازم يروح يلعب. معرفش اختياره جه ازاي، لكن هي احنا كنا ماشيين في طريق صعب، ان انت يعني هي مصر ان واحد، ونتمنى برضه ان احنا يعني نحط مصلحه مصر فوق اي فريق موجود. اتمنى في اتمنى طبعا.